الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعزائي الحضور، السادة المشاهدين، أهلا بكم في برنامجكم قصة الدعاء. اليوم نعيش مع حبر هذه الأمة كما سمي ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ابن عباس كان غلاما صغيرا فتأخرت هجرته، فهاجر وتفاجأ وهو مهاجر في الطريق والنبي عليه الصلاة والسلام قادم إلى فتح مكة، أسلم في فتح مكة. قال فدخل في الإسلام وعاش مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولزم النبي بقرب شديد، كان يعيش بجوار النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، وعاش في هذا في كنف النبي عليه السلام، سمع من النبي عليه السلام، وكان ذكيا، سمع وسجل وحفظ. وحتى وصل الأمر إلى أن جاء يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيتهم، قال فحضر ابن عباس وكان غلاما وضوءا للنبي عليه السلام، حضر الماء حتى يتوضأ النبي عليه السلام. فقالت أمه يا رسول الله إن ابن عباس أعد لك الوضوء. قال فأخذه النبي ضمه إلى صدره ودعا له دعاء جميلا. قال له النبي عليه السلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان ابن عباس حبر هذه الأمة وعالمها بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ابن عباس من أفقه الناس في دين الله، وكان من أكثر الناس وعيا في تفسيره لكتاب الله تبارك وتعالى. وما نفتح كتاب تفسير اليوم حتى نجد قال ابن عباس وقال ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه روى عن النبي عليه السلام، روى الأحاديث حديثا والآيات، روى تفسيرها تفسيرا حتى جمع رضي الله عنه ما روى 1660 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بركة دعاء النبي عليه السلام عندما ضمه إلى صدره وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا الدعاء الجميل الرائع الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبح ابن عباس بهذا الدعاء حبر الأمة، أي أصبح عالم الأمة وفقيه الأمة. ولا نجد اليوم غالب الآيات إلا ولابن عباس فيها مقال أو فيها تفسير. هذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عاش عالما، عاش بحرا، كان الناس ينهلون من علمه إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى. هذا الدعاء ننصح ونرشد الأمهات الفاضلات إلى أن يدعين لأبنائهن بهذا الدعاء، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، حتى الله تبارك وتعالى ينعم عليهم بهذا العلم الجميل. علم هذا الدين أشرف وأجل العلوم على وجه الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن ينفعنا بهذا العلم، وأن يجعلنا من الذين يهتمون بكتاب الله وسيرة نبيه، إنه سميع مجيب. أعزائي الحضور، السادة المشاهدين، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.